نحن منعرف إنه افتراء أستاذ فرياط، نحن منشهد على إنسانيتك وضميرك وأنت عم تشتغل شغلك. بس مو الكل رأيهم مثل رأيك، شكراً إلك لأنك صدقتيني. لساتك هون يا فرياط؟ أهل الطلاب بلشوا يتجمعوا برا، لازم تطلع من هون. رح توقعنا بمشكلة، طلع من الباب الوراني. عيب هيك يا أستاذ، يلي عم تعمله كتير عيب. لا تتدخلي أنسة سيمرا، هو رايح بس نحن رح نضل بوش بعض. وكيف رح تطلع بوشي لما تعرف إنه معي حق وإني بريء من هي التهمة؟ قلي إذا كنت بريء خبر الوزارة بهالشي، هنن بيقرروا. أنا بحترم قرار الوزارة، أنا أستاذ من بين 1,170,000 أستاذ بهي البلد، ما بيعرفوني. أنا عندهم عبارة عن كم حرف بتقرير وبس. بس أنا وإنت صار لنا أكثر من سنة زملاء، والمفروض تعرفني منيح. شو ناطر مني أعمل؟ بدك حط حالي بمشكلة كرمالك؟ أنا بس عم أشتغل شغلي. لا يا أستاذ، أنت عم تعطي أحكام مسبقة، وخليك واثق إنك رح تندم بعدين. مو معقول، مسح كل شيء. أنا صورت الشاشة، شوفوا. أستاذ فريات ما بيعمل هيك شيء، أنا مصدقته، في حدا عم يفتري عليه. وليش لحتى يفتري عليه حدا أصلاً؟ شو عم تتوشوشوا؟ عن شو عم تحكوا؟ بما انكم سكتوا لما اجيت معناتها عم تحكوا عن اخي. نحن مصدقين الاستاذ فريات يا عمر. انت احكي عن حالك، انت كمان ما تبالغ ولا تحكي حكي فاضي. سد الحلق ولا حيوان. خلص يا عمر لا تتخانق معه، علامته باللغه التركيه مو منيحه ابدا، لهيك عم ينتقم بهالشي. ليك ولا تكني اخي، مو بس استاذ منيح بهي المدرسه، هو احسن حدا ممكن تتعرف عليه بحياتك يا تافه. هو بيحبكم مثل ما بيحبني واكثر حتى. اذا رحتوا وخبرتوه بمشكلتكم هلا رح يزعلوا كانه مشكلتي، وما بينام للصبح لحتى يحلها، وما بيفرق حدا عن حدا. بس اذا انتوا مصدقين ومقتنعين بالتهمه اللي موجهه ضده، يا عيب الشوم عليكم. عمر اخوك راح. اخي اخي أخي